من يمكن المواد اللي بتبقى شوية صعبة علينا في المدرسة، البعض مش الكل، الفيزياء والكيمياء، واللي بيبقوا متفوقين في المادتين دول بنسميهم يعني عندهم يمكن هما بيبقوا نبغة شوية في الحتة دي. فأسوان اهتموا ان هما ينموا ده عند الأطفال اللي عندهم الموهبة دي أو عندهم شاطرين شوية في المواد دي. تم تأسيس أكاديمية للأطفال عشان تعلمهم وتبسط لهم العلوم من خلال بعض الألعاب والتجارب العلمية اللي هتساعدهم على تنمية مهاراتهم في الكيمياء والفيزياء بالذات. أكاديمية مهمة هتساعد أطفال أسوان على أنهم يكونوا نوابغ في المستقبل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الأكاديمية من خلال المؤسسة بتاعتها يسرى عادل اللي موجودة معنا عبر الهاتف دلوقتي أو عبر تطبيق زوم. عفوا، صباح الخير عليك يا يسرى. صباح النور، عاملين ايه؟ الحمد لله. يمكن انا مبسوطه جدا جدا من انكم تعملوا اكاديميه زي دي، لانه انا بشوف ان الطلبه اللي مهتمين بالكيمياء والفيزياء هم طلبه في الحقيقه شطار جدا جدا، فان احنا نهتم بيهم من صغرهم وننمي لهم مهاراتهم في الحته دي بالذات، انا يعني بصدق ان هم ان شاء الله يكونوا نوابغ في ده. ايه الدافع اللي خلاكي تاسسي الاكاديميه دي في البدايه؟ الحقيقة إن أنا أصلاً كنت أخصائي تحاليل طبية، فكنت بعد كده قرايبي كانوا بيحتاجوا مساعدة في مناهج الساينس إن حد يشرح لهم، فكنت لما نيجي قبل الامتحانات بكام يوم أفاجأ إن هما في حاجات مش فاهمينها وإن هما مستصعبين الموضوع جداً، فكنت بحاول أبسط لهم الموضوع بالراحة خالص وبتجارب، من بداية من أبسط شيء، ولو حاجة متاحة عندي في البيت كنت بعملها. انا وقاعده كده قلت طب انا ليه ما افكرش اعمل مشروع لتبسيط العلوم للاطفال، ف وقلت اعمل كل التجارب العلميه، يعني اخد كل الكونسبت واعمله. بدات اعمل سيرش، لقيت ان الموضوع موجود بالفعل بس موجود في وجه بحري وموجود يعني وحاجه كويسه يعني، فبدات ان انا اعمل سيرش كويس قوي، اخد كورسات كتير عشان اقدر ان انا انزل بالمشروع ده. وبدأت أول كامب كان في مايو 2019 تقريبا، أو ما بين يعني مايو عملت أسست الصفحة بتاعتي ويونيو انطلقت الحمد لله نزلت السوق. عظيم جدا. يسرى، هل عرفنا الأطفال من سن كام يقدروا يفهموا هذه العلوم؟ بدأت من سن 5 سنين. هل سألنا بقى لأن قدرات احنا الأطفال بنلعب العقلية في هذا بنعملها السن؟ كأنها في صورة ستوري، فبنحاول نبسط قوي المعلومة. طبعا بنختار الموضوعات برضو اللي تتناسب معاهم. يعني اشرح لنا كده يا يسرى، يعني مثلا خلينا نتكلم عن لو في الفيزياء مثلا الجاذبيه، قانون الجاذبيه ونظريه نيوتن مثلا، لو طفل عنده 5 سنين بتعملوا ايه؟ لا، هي دي كبيره شويه عليهم. احنا ممكن ناخد بس الجاذبيه في ان انا مثلا بجيب الماجنت المغناطيس وابتدي ان انا اقول لهم ان هم ازاي بينجذبوا لبعض. تمام. انا لما هوقف الماجنت مش هيجذب، هيقع، انما بقوه الماجنت لما بيبقى عندي، يعني هي فكره اللعبه ان بيبقى فيه كذا ماجنت من فوق واحد نازل لتحت هو اللي بيبقى منجذب ليهم وطاير، فدي فكره ان في حاجه اسمها جاذبيه ارضيه. فبيبتدي ان احنا كده خلطنا ما بين قوه الماجنت مثلا وقوه الجاذبيه الارضيه، فنبتدي طب نبسطها ولو قوي ولو نظريه زي دي وانت بتعلميها بتبتدي من سن كام؟ لو خلينا نتكلم عن نظريه زي دي مثلا، دي من 6 سنين مثلا ممكن، لان 5 ممكن يبقى اصغر شويه. 5 ببتدي اشتغل على الفايف سنسز اكتر، 5 حواس، ببتدي اشتغل ان هو يعرف المواد، يعرف الليفنج والنون ليفنج، يعرف ان هو ان جسمنا فيه جهاز هضمي وازاي بيحصل، وبيبقى معانا موديل وتجربه بسيطه بتبقى يعني نفس طريقه الشرح نفسها بتبقى مختلفه، يعني بتبقى مبسوطه جدا عشان هم يحبوا الحاجه ويعملوا بايديهم، لان طبعا هم يعني عشان تقدري تجذبي طفل في السن ده انت محتاجه ان انت تخليه يعمل بايده. اكيد. في السن ده كمان يا يسرى اعتقد ان ما بيبقاش الطفل عنده ميول، الشرح نفسه مبسط يكون لسه مش عارف قدراته وامكانياته، فبالتالي انتوا بتشرحوا بالزبط لكل الاطفال. طب انت بداتي من 2019 بالزبط. كم طفل حتى الان قمتي بتدريبهم في هذه الاكاديميه؟ هي 2019 حوالي 300 طفل حتى الان الحمد لله. من 2019 لحد دلوقتي 300 طفل. لان احنا توقفنا طبعا ايام الكورونا، فكنا في الفتره دي تطوعت مع مؤسسه دوليه للتعليم ومحو الاميه،
وكنا عملنا مبادرة شبابية لشباب مصر، يعني اللي كانوا متطوعين من مصر، عملنا مبادرة شبابية مع بعض ان احنا نعمل زي مقالات توعوية لأولياء الأمور عن التعليم وعن التربية، ده في فترة 2020. هل بيكملوا طيب، ولا هو لمجرد ان هم درسوا في الاكاديميه لفتره من الوقت وخلاص؟ يعني هل بيكملوا مثلا زي مراحل تعليم او كده، كل سنه مثلا ممكن ياخدوا نظريه تانية تكون اصعب شويه؟ بالظبط. بشتغل معاهم، يعني كل موسم احنا بنعمله بيبقى مجهز بموضوعات معينه، ولو الطفل معايا هيكمل بنبتدي ان احنا نغير له الموضوعات بحيث ان هو يبقى ملم باغلب الموضوعات العلميه على بال ما يوصل للمراحل اللي هيدرس فيها الساينس بشكل تخصصي اكتر. طب انت كنت لسه بتتكلمي عن الكورونا ان هي وقفتكم شويه في انكم تكملوا، يعني التحديات التانية اللي قابلتك ايه هي؟ هي كانت اول تحديات لما جيت انزل اصلا، ان انا امراه اسوانيه وام لطفلين، فان انا كنت انزل واعمل مشروع واسيب مجالي اصلا اللي كان بقالي فيه سنين، فكانت فكره اللي هو جريئه شويه. فدي كانت اول تحدي، ان انا لولا دعم زوجي طبعا واهلي ان هم وقفوا جنبي في ان انا اقدر انطلق ما كنتش قدرت. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا كنت الخامات كانت من اكتر الحاجات اللي بتقف معايا، ان انا مثلا يعني كنت طبعا ممكن الف في اسوان المحافظه كلها عشان اقدر الاقي ماجنت مغناطيس، عشان اقدر الاقي سلك نحاس وخرسين، عشان اقدر اعمل مثلا خليه جلفانيه اللي هو توليد كهرباء، خليه بسيطه. عارفه مهم فكانت جدا دي انه الصعوبات اللي بتقابلني في الاول، بس كنت بحاول، وكان ليا ناس يعني قرايبي في وجه بحري، فكانوا قالوا لي لو احتجتي اي حاجه هنساعدك وكده. فدي من ضمن الحاجات الحمد لله، يعني ان دعم الاهل احنا ودعم حابين الزوج ان انت كان تفضلي ليا دور كبير مكمله يا بصراحه. يسرى، عشان ان شاء الله. اللي بيخلينا نستصعب اي حاجه ان احنا نبقى مش فاهمينها او شايفينها من بعيد، يعني لما الحاجه بتبقى نظريه بتبقى شويه مش مفهومه، غير لما نبتدي نعملها من سن صغير بايدينا. يعني احنا فاكرين واحنا صغيرين كان في حصه اسمها الزراعه كده، حببتنا في ان احنا نتعلم اكتر عن الزراعه، وان الليفنج والنون ليفنج والحاجات دي كلها، والحاجات اللي انت كنت يمكن بتحكي عنها، وحببتنا كمان نفهم اكتر عن العلوم، بالذات الحصه اللي ما كنا بنروح فيها المعامل. حابين انك تكملي صحيح. ان شاء الله ال 300 طالب يبقوا ان شاء الله 30,000 قدام، يا رب ان شاء الله باذن الله. ونشوف منهم نوابغ حقيقيه. شكرا ليك يا يسرى. يسرى عادل، مؤسسه اكاديميه لتبسيط العلوم للاطفال في اسوان. شكرا ليك.